سؤال، شو كانت التهمة الفظيعة كانوا بدهم يمددوا لميشيل سليمان؟ لك يا عم اللي بيته من ازاز ما يراشق الناس بالحجارة، ليك مين عم يحكي عن التمديد والتجديد؟ ليش مين اللي درج التمديد بلبنان؟ مين اللي عم يدعم التجديد لنوري المالكي بالعراق؟ ومين اللي عم بجدد لبشار الأسد بسوريا؟ يا عم ليش بتشوف الشعرة بعيني وما بتشوف حردبة الجمل عندك؟ الأمور واضحة، والله واضحة كتير، بس يمكن صار لازم نقول انه نحنا منستاهل. كنا عايشين بوطن ما في مثله، عملناه جحيم، عملناه صورة مشوهة عن محيطه، وقاعدين شو نازلين تنكيت على العرب. كل واحد فينا بيستاهل 20 سنة حبس وعشر كفوف ومئة لبطة على نيعه. ايه والله اللبيط كتير علينا كمان. هذا رأيي، فكر فيها.